بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل بيته الحرام للناس أمنا ومثابة، وزاده سبحانه تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإصابة والنخوة والنجابة ومن تبع إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد ويشرفني ويطيب لي أن أشارك في افتتاح هذا العمل العلمي العظيم والجهد المعرفي الكبير في هذه الدورة العلمية وتدشينها، الدورة العلمية الثامنة المعنونة بفقه ومقاصده من خلال جائحة كورونا. شاكرين الله عز وجل على فضله، ثم الشكر لولاة أمرنا حفظهم الله على عنايتهم الفائقة ورعايتهم الجليلة للحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. ومن ذلك العناية بتوجيه وإرشاد قاصدي الحرمين الشريفين من خلال ما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وما تقوم به من العناية بالدورات العلمية عبر المنصات الافتراضية، ومنها المنصة المرموقة منارة الحرمين بمشاركة كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة. وهنا نشكر سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمدرسون في الحرمين الشريفين والمتعاونون مع الرئاسة في إقامة هذه الدورات العلمية المباركة. تأتي هذه الدورات العلمية انطلاقا من حرص ولاة أمرنا حفظهم الله على تحقيق مقاصد الشريعة وما حفظ الدين، وذلك بنشر العلم وإقامة الشعائر، وأيضا الحفاظ على مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الدولة رعاها الله مشكورة من إجراءات احترازية لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين. وبهذه المناسبة نشيد بالجهود العظيمة التي وفقت بها المملكة العربية السعودية في إقامة شعيرة الحج لهذا العام في رعاية لحفظ مقصد حفظ الدين، وأيضا الحفاظ على أنفس الناس وأرواحهم في عناية بحفظ الأنفس البشرية. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وبارك في جهودهم، ولا شك أن ذلك يجسد اهتمامهم بالحرمين الشريفين وبقاصديهما، نسأل الله لهم القبول والتوفيق. في إطار رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والإرشادية والتوجيهية، حرصت الرئاسة على تقديم ما يفيد من برامج ودورات مميزة، ومنها هذه الدورة المباركة والموسومة بأحكام ومقاصده في ظل جائحة كورونا.
وما تتضمنه من سلسلة محاضرات ودروس علمية متنوعة تناولت موضوعات متعددة في توجيه حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن للمقتضيات الشرعية والمقاصد المرعية والأحكام والآداب والقيم والأخلاق والدور الملقى على وكاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية. لا شك أنه دور عظيم في تفعيل الدور التوجيهي والإرشادي لقاصد المسجد الحرام، وما تقدمه من دروس علمية ودورات توجيهية ونشر محتويات ورسائل إرشادية واستثمار الاتقانة والتحولات الرقمية في نشر رسالة الحرمين التوجيهية والإرشادية. وهذا يأتي انطلاقا من الدعم الكبير من ولاة الأمر حفظهم الله للرئاسة لتقديم رسالتها فيما يفيد قاصدي الحرمين الشريفين من برامج ودورات تأكيدا لرسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية، وأن يكون الحرمان الشريفان منبرا لنشر هدايات هذا الدين وتوجيها وإرشادا للمسلمين وصرح هدى للعالمين. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على دعمهم ورعايتهم وتعزيزهم للدور الرائد والرسالة العظمى في الحرمين الشريفين، وما قدمته المملكة العربية السعودية في ظل هذه الجائحة، وما يشهده الحرمان الشريفان من فائق الاهتمام والعناية في عناية بحفظ الدين وحفظ الأنفس البشرية. كما أني أشكر أصحاب المعالي والفضيلة المشاركين في إثراء المحتوى العلمي لهذه الدورة المباركة، سائلين الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يحقق للجميع الآمال والقصود وأن ينفع بهذه الدورات المباركة ويوفق علماءنا ومشايخنا وأئمتنا والقائمين على هذه الدورات لكل خير، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأن يحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يسدد خطى الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه جم كريم. ويسرني أن أشارك في هذه الدورة بإلقاء الأضواء السريعة واللماحة والوقفات من خلال تأملات في آيات الحج ونصوصه الواردة في كتاب الله عز وجل، سواء أكان ذلك في سورة البقرة في الآية 96 والسابعة 97 بعد 100 وما بعد ذلك من آيات الحج، بدءا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى نهاية واذكروا الله في أيام معدودات، وما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وكذلك في آيات سورة الحج من قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، الآيات إلى نهاية آيات الحج في هذه السورة العظيمة، وما ذلك إلا لعناية القرآن الكريم بهذه الفريضة العظيمة، فأنزلت من أجلها سورة كاملة، كما أنزلت آيات من خلال ثنايا بعض سور القرآن العظيم في بيان مكانته وفضله والاهتمام والعناية به.
ففي هذه الآيات مع النصوص الواردة في السنة كما في الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وكما في حديث مسلم عند جابر رضي الله عنه، بل حديث جابر رضي الله عنه مسلم في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم وتعليق العلماء كالإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم والحافظ بن حجر على صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، وما ذكره علماء الإسلام والفقهاء في كتب وأبواب الحج في تعريفه وبيان شروطه وواجباته ومحظورات الإحرام وكيفية أداء المناسك وأيضا بيان المواقيت وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. نقف بعض الوقفات. أولا، تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لاحظ التعبير بالإتمام، فلم يقل وأدوا الحج وافعلوا الحج، وإنما جاء بالإتمام الذي هو الإكمال والإتقان والإحسان في أداء هذه الشعيرة العظيمة، فهي ركن من أركان الإسلام. في حديث عمر رضي الله عنه الذي علم فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال الصحابة رضي الله عنهم: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وفي قوله: وأتم أمر، والأمر للوجوب، مما يدل على أن حكم الحج واجب وركن من أركان الإسلام، وقد أجمع العلماء على وجوبه وأنه وركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام عبد إلا به متى ما تحققت الشروط وانتفت الموانع. وفي قوله تعالى: لله، أتم الحج والعمرة لله، دليل الإخلاص وأنه لا بد أن يكون الحج مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى. الحج في اللغة هو القصد، والحج في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء قصد مكة لعمل مخصوص في أيام مخصوصة بنية مخصوص. قصد مكة لعمل مخصوص بنية مخصوصة في أيام مخصوصة من شخص مخصوص أيضا، وهو الذي توافرت فيه شروط الحج الخمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الاستطاعة، الحرية، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود محرمها، وهو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح أو نسب. وفي قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، أيضا هذه من أدلة وجوب الحج، وتقديم العامل أيضا على المعمول دليل على تأكيد الفرضية. ثم ذكر شرط الاستطاعة، وشرط الاستطاعة
أيها الإخوة الكرام، شرط عظيم جاءت به الشريعة تيسيرا على المكلفين وعدم إعنات لهم ومشق، لأن من لم يستطع فلا يجب عليه الحج. وإذا كان الفقهاء رحمهم الله ذكروا في تعريفاتهم للاستطاعة أنها ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة، فإن الاستطاعة في كل عصر بحسبه. خذ على سبيل المثال في ظل هذه الذي ليس بمحصن وقد حاول التحصين ولم يستطع فإنه لا يلزمه الحج. الذي لم يحصل على تصريح بأن دخل على تطبيق توكلنا أو تطبيق الذي يعد من قبل الحج فلم يستطع، لم يخرج اسمه من ضمن المرشحين، فهو معذور إن شاء الله. ولهذا حاولنا أن نركز في هذه الدورة على فقه الحج ومقاصده من خلال هذه النازلة وهذه الجائحة التي تبين يسر الشريعة ومحاسن الدين وجمالياته وعدم الحرج فيه وعدم الإعناة والمشقة. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهكذا في نصوص التيسير في هذه الشريعة. إذن من أهم المقاصد في الحج التوحيد، ولهذا قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به، وعدم الإشراك به لله جل وعلا، إخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذين يأتون للحج لترديد شعارات سياسية أو طائفية أو يخلون بالأمن أو يجلبون مخدرات أو ما إلى ذلك من الأمور المخالفة فإن ذلك ينافي الإخلاص لله عز وجل، أو يأتون يتحايلون على الأنظمة بعدم حملهم للتصاريح، أو ينساقون وراء الشائعات أو الحملات الموهومة أو ما إلى ذلك من المخالفات لأنظمة ولاة الأمر الذين إنما وضعوها حفاظا على مصالح، فيجب السمع والطاعة لهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية في شأن الحج والعمرة والزيارة والالتزام بتلك الأنظمة والتعليمات والتوجيهات، وكذلك من وزارة الصحة ومن وزارة الحج والعمرة ومن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومن الجهات الأمنية، كل تلك الجهات تعمل للعناية بالحاج والحفاظ على أن يكون حجه في جو آمن صحي منظم مراعا فيه أعلى معايير السلامة والراحة لضيوف الرحمن. نعم أيها الإخوة الكرام، لازلنا في ذكر شروط الحج: الإسلام فلا يصح من كافر، البلوغ فلو حج الصغير فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام لكنه مأجور، وأجره لوالديه. للحديث الذي عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وكذلك من الشروط البلوغ والعقل، فلا يصح من مجنون. وكذلك من الشروط الاستطاعة، وهي أمن الطريق
ووجود الزاد والراحلة والقدرة على التقيد بالأنظمة والتحصينات التي توجه بها الجهات المعنية، وكذلك المرأة وجود محرمها كأبيها وأخيها وزوجها وابنها أو من تحرم عليه بسبب كالمصاهرة أو الرضاع أو نحو ذلك. ثم ختم الله عز وجل آية آل عمران: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا فيه تهديد ووعيد أن من لم يحج الحرام مدا قاصدا عدم الحج فلم يتم إسلامه، ويخشى عليه والعياذ بالله من الكفر. وفي قوله سبحانه وتعالى في آيات سورة البقرة: في الحج وأتم الحج والعمرة لله، جاء سياق أحكام الإحصار: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفيه أيضا بيان ما يتعلق بطريقة الحج وأنساكه الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وهذا ما يسميه العلماء بالحدود المكانية والحدود الزمانية. حدود الزمانية والمكانية بهذه الصفات الثلاث من أنساك الحج الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد، أي طريقة الحج. وقبل ذلك المواقيت: المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة أو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وبعض أهل العلم يقول: وذو الحجة كاملا. هذه أشهر الحج، فلا يصح الحج إلا في هذه الأوقات. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسيأتي الإشارة والإلماح في هذه الآية العظيمة. النوع الثاني من المواقيت: المواقيت المكانية، وهي المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذا عرق، هي أربعة، وذكر بعضهم أنها خمسة ومنها الجحفة. نعم، ومنه قول الأول: عرق العراقي يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني. نعم، عرق العراقي يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني، والجحفة لأهل العراق، والجحفة ميقات أهل المشرق إن مررت بها، ومن قرن ولأهل نجد قرن فاستبيني. وهذه المواقيت معروفة اليوم، عنيت بها الدولة رعاها الله، فذو الحليفة في المدينة، والناس يحرمون اليوم إما من ذي الحليفة إن أتوا عن طريق المدينة، أو من الجحفة التي هي ذات أهل العراق، ولأهل الشام أيضا القادمين منها، ولأهل قرن نجد الذي هو السير الكبير ووادي محرم عن طريق الهدى. نعم، وبقي
ميقات أهل اليمن يلملم، وهو المعروف اليوم بالسعدية. وهذه هي المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلابد من مراعاتها. حفظكم الله تبارك وتعالى ونضر وجوهكم. وهي أيضا من أركان الحج وواجباته، فأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، أربعة. وشروطه، عفوا، واجباته سبعة: الإحرام من الميقات، هذا واجب، فمن لم يحرم من الميقات فإن عليه أن يرجع الميقات ليحرم منه، فإن لم يتمكن فإن عليه أن ينسك شاه. كذلك حفظكم الله جاء في آيات الحج أحكام الفدية وأحكام التمتع، في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا في محظورات الإحرام، الذي لا يستطيع أن يتحرز منها فإنه مخير بين هذه الثلاثة: إما أن ينسك شاه، أو صيام أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما آذاه هوام رأسه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفدية من ذلك، التي وردت في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم ذكر أحكام التمتع، وهي أنواع الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع، لأن التمتع فيه جمع بين الحج والعمرة، وهو الرغبة من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين، حينما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، حينما أصحابه بالتحلل من العمرة، وبذلك يكونوا متمتعين. وهذا قول جمهور أهل العلم، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، لأن القران فيه جمع بين النسكين لكن بعمل واحد، فهو يقرن بين الحج والعمرة، وتشترك القارن والمتمتع بأن عليهما الهدي. أما المفرد فهو الذي يفرد الحج فقط، فيأتي مثلا يوم 8 أو 9 أو قبل ذلك فيقول: لبيك حجا، فهذا ليس عليه هدي، لأنه إنما عمل نسكا واحدا. فمن تمتع عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآيات، ثم في آية: الحج أشهر معلومات، يذكر سبحانه حدود الحج الزمانية وما يجب على من أوجب على نفسه الحج، فرض أي أوجب على نفسه الحج، دخل النسك، فهذا عليه أن يتجنب 3 أمور: الرفث والفسوق والجدال. ثم ختم ذلك بالتمسك بالآداب الصالحة والتزود بالتقوى، فهي خير زاد. الحج أشهر معلومات، أي لأداء الفريضة أشهر معلومات، وهي الأشهر الثلاثة:
كما هو المروي عن ابن عباس الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم. وفي قوله معلومات إقرار لما كان عليه العرب في جاهليتهم من اعتبار هذه الأشهر للحج، وذلك بالتواتر من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وجاء الإسلام مقرا لهم بذلك. وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر معرفة أن أفعال الحج لا تصح إلا فيها، وإن كان الإحرام يصح في غيرها. فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجبه على نفسه بالإحرام، فهن فيهن أوجب على نفسه بالإحرام فيهن أو بالتلبية أو بسوق الهدي، لأن الحج عبادة لها تحريم وتحليل، فلا للشروع فيها مجرد النية، للشروع فيه مجرد النية، بل لا بد من إتباع الفعل، إتباع النية الأفعال، لا بد من فعل به يشرع فيه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يفعل الحاج شيئا من هذه الأفعال، لأنه مقبل على الله، قاصد الله، فينبغي أن يتجرد عن عاداته وعن التمتع بنعيم الدنيا، وينسلخ من المفاخر والميزات، بحيث يتساوى الجميع بالإحرام، الغني والفقير والمأمور والأمير. وفي هذا تهذيب للنفس وإشعار لها بالعبودية لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والرفث لغة قول الفحش، وشر أن يقرب النساء بالجماع أو مقدمات الجماع. والفسوق هو الخروج عن الطاعة وما حدده الشرع للمحرم إلى ما كان مباحا أو محرما كالصيد والتطيب والسب والشتم. وأما قوله ولا جدال فالمراد به الخصام بالباطل، وكثيرا ما يحصل بين الناس والرفقة والخدم في السفر، لأنه مشقة تضيق بها الصدور. وقوله تعالى: وتزودوا، أي من التقوى والأعمال الصالحة وما يدخر من الخير والبر. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية في اتقاء المساخط وما يغضب الله، وعمل الطاعات والتزود بالخيرات والحذر من المنكرات والمعاصي. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لا ترفضوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ليكون ذلك أمثل لكم للخير الذي تنالونه من عند الله عز وجل، وكل ما تفعلونه من خير يكون من مكنونات صدوركم فإن الله يعلم. ثم أمر بالتزود، وكان بعض أهل الجاهلية يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، والصواب أنهم متواكلون، وإلا فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. ودوا فإن خير الزاد التقوى، أي واتخذوا التقوى زادكم لمعادكم فإنها خير الزاد. ثم ختم: واتقون يا أولي الألباب. انظر كيف تكررت التقوى في آيات الحج، والإيمان والعقيدة والتوحيد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ولا ناله التقوى منكم واتقوني يا أولي الألباب، أي وأخلصوا لي أهل العقول والأفهام بأداء ما أوجبته عليكم من الفرائض واجتناب ما حرمته عليكم، تنجو بذلك مما تخافون من غضبي وعقابي، وتدركون ما تطلبون من الفوز برضايا ورحمتي. ثم ذكر الله عز وجل آيات إتمام الحج ومناسكه بالوقوف بعرفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. شوف هذا فيه ركنية الوقوف بعرفة وأنه ركن من أركان الحج، وأيضا واجب من واجبات الحج وهو ذكر الله عند المشعر الحرام وهو المبيت بمزدلفة، واذكروه كما هداكم. لاحظ أيضا تكرار ذكر الله عز وجل، واذكروه كما هداكم، ولاحظ ذكر الاستغفار. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لأن الإنسان في حجه لابد أن يقع في شيء من القصور والنواقص، فعليه أن يجبر ذلك بالاستغفار. واذكروا الله إن الله غفور رحيم. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه بعض واجبات الحج، منها الوقوف بعرفة الحرم من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، وأيضا المبيت بمزدلفة، والمبيت بميناء ليالي التشريق، وأيضا رمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. هذه واجبات الحج السبعة. وليحذر الحاج من محظورات الإحرام التسعة، ومنها لبس المخيط للذكر للرجل، وأيضا تغطية الرأس، ومنها حفظكم الله التطيب، ومنها الجماع، ومنها المباشرة دون الجماع، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله في ذلك الأمر المهم الذي يجب على الحاج أن يتعلمه، أن يتعلمه، لأن الحج عمل مبني على العلم والفقه. وهنا نؤكد على سؤال أهل العلم، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم متواجدون في الحرمين الشريفين، وأيضا ولله الحمد المنة في المشاعر المقدسة، وأيضا عبر التطبيقات في الإرشاد والتوجيه والفتوى. كذلكم أن يصطحب الحاج معه الكتب الموثوقة، كتاب مناسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنسك شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، وأيضا منسك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله هداية الناسك إلى أهم المناسك، كتب موجودة ومطبوعة ومتداولة بين الحجاج، وإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي توزع هذه الكتيبات والأدعية وآداب الحج، وأيضا هناك أفلام تعلم الحج عمليا، أفلام تعليمية وتوجيهية وإرشادية بالصوت والصورة، ومنها أيضا الفيلم المعروف قديمه وزارة الشؤون الإسلامية مناسك، فهو مفيد لمن أراد تعلم الحج على الوجه الصحيح. وهنا ينبغي أن نحرص على تطبيق السنة في أداء هذه الفريضة، وإن سار المقلد على أحد المذاهب الإسلامية المعتبرة كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي فهو على خير إن شاء الله. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم
يحث أمته وصحابته على أن يأخذوا المناسك منه، خذوا عني مناسككم. ثم ختمت آيات المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. الله أكبر، هذا من العناية بذكر الله في المبتدأ وفي الأثناء وعند الانتهاء. وقد كان الناس في جاهليتهم يكثرون من ذكر آبائهم، فقد ذكر الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بين أقسام الناس وأنهم فريقان، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله، ومنهم وهم أهل الإيمان من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ورتي حسنة وقنا عذاب النار، وهذا دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده، وهو مشروع بين الركنين، بين الحجر والركن اليماني، وكذلك في أيام الوقفة في يوم عرفة وفي منى وفي مزدلفة، وأيضا التكبير في أيام العيد وأيام منى. أولئك لهم نصيب مما كسب والله سريع الحساب. وأيضا ذكر الله عز وجل بعد ذلك أحكام الذكر، واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام التشريق، إما 11 و12 لمن تعجل، أو 11 و12 و13 لمن تأخر، وكله سنة، والأفضل التأخر، وهذا أيضا راجع للترتيبات والتنظيمات التي تراعى من قبل الجهات المعنية. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم تحشرون. ومن مقاصد الحج وما يستفاد منه الحذر من الغلو في الدين، وما يعرف اليوم بالتطرف والإرهاب والتشدد، فإن ذلك منهي عنه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في حجة الوداع. فينبغي أن نعلم ذلك. قال في ما يرمى به في نوع الحصى: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكذا ما تضمنته خطبه في الحج كخطبة يوم عرفة، وخطبته يوم منى يوم العيد، وهكذا من تحريم الدماء والأموال والأعراض، والحذر من أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، الحذر من الفرقة والاختلاف، والحرص على الاجتماع والائتلاف، لأن الحج فيه الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه إيضاحات لبعض المسائل المهمة في آيات سورة البقرة. وأما آيات سورة الحج فهي كذلك من الآيات العظيمة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وأولا قبل ذلك مكانة البيت ومكانة الأمن في البيت الحرام، وتحريم تدع حتى على الطير وعلى الجمادات، فكيف بالإنسان؟ فليحذر المسلم من أن يوقع الأذى أو يخالف الأمن أو يجلب الفوضى أو يخالف الأنظمة المتبعة، فإن ذلك كله مما ينافي قيامه برعاية أمن المسجد الحرام. وكذلك من المحظورات تنفير الصيد وقتله،
وهذا من عناية الإسلام بالطير والجماد، فكيف بالإنسان؟ التوحيد والأمن صنوان، الأمن والإيمان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن الأصنام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فليراعى هذا الأمن ولا يعلن فيه لأي شعار سياسي أو حزبي أو عصبي أو تعصب لجماعات أو أفراد أو تنظيمات أو طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب، بل لا يعلن فيه إلا شعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، الحرص على تطهير البيت. ومما يذكر في هذا في الجائحة العناية بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، مثل لبس الكمامة، والكمامة لا حرج فيها إن شاء الله في الحج وفي العمرة وحال الإحرام، لأنها ضرورية والضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، والحفاظ على الأنفس البشرية ما جاءت به الشريعة. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فلا بأس في هذا إن شاء الله، فينبغي الالتزام بها والحرص عليها. كذلك التباعد الجسدي، التغسيل والتعقيم وهو موجود ومتوفر ولله الحمد والمنة في الحرمين الشريفين، يطهر الحرم 10 مرات يوميا، وأدوات التعقيم والتطهير واليدين متواجدة عند أبواب الحرم وفي مداخل الحرم وفي ممراته وفي أوقات الخروج والدخول. فينبغي أن يحرص الإنسان على هذا، وأن لا يكون هناك تجمعات، ليست تجمعات لا سياسية ولا هتافات، وأيضا ليست تجمعات تضر بالصحة، تجمعات لأن تجمع الأشخاص أيضا يؤثر في جلب ولهم وانتشار الأوبئة والأمراض، ولا سيما مع انتشار هذا الفيروس وتجدد أيضا محاوره أو أسبابه التحورية التي ينبغي على الإنسان أن يحتاط منها. هذا من التطهير، وهذا ولله الحمد والمنة هو دأب هذه البلاد المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم، وهي تطهير البيت والعناية بالكعبة المشرفة وخدمة الحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء التعبدية والروحانية والصحية والحفاظ على الأنفس البشرية. كذلك حفظكم الله، جاء أيضا ذكر آيات الحج والتأكيد على التقوى والتأكيد على التوحيد، حذر من الشرك بالله عز وجل، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وذكر أحكام المناسك وأحكام الهدي، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. انظر التأكيد على التوحيد في كل آيات الحج، جاء ذكر التوحيد في آيات الحج في سورة الحج 20 مرة في صفحة واحدة، كل ذلك دليل على أهمية التوحيد في حياة المسلم و للحاج، وليكون شعارا له ودثارا عليه يحيى وعليه يموت وعليه يلقى رب العالمين. ومما شرف الله به هذه الدولة المباركة عنايتها بالتوحيد وحرصها على السنة، فهي منذ
تأسيسها أسست على العقيدة الصحيحة حينما اجتمع الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب على نصرة العقيدة والحكم بالشريعة. ثم تتابعت العهود إلى أن جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، ومن بعده أبناء البررة حتى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهم يعنون بالعقيدة والسنة والشريعة وخدمة الحرمين الشريفين، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. وما عليه علماء الإسلام في هذه البلاد وعلماء الشريعة كل مكان من العناية بالتوحيد والسنة ولزوم منهج السلف الصالح والحرص على جمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، منهج سلف هذه الأمة، والحذر من الأحزاب والجماعات والتنظيمات المخالفة للحق والإرهابية والحزبية والعصبية والطائفية، لما تفرقه الجمع النظيم والشمل الكريم الملتئم من أبناء هذه الأمة الذين يجمعهم الحج وتنصهر به كل عاداتهم وأيضا كل أسباب الفرقة وبواعث الاختلاف. فالرب واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم الخاتم واحد، والقبلة واحدة، والزي واحد، والهدف واحد، والد واحد، والجميع يريد ما عند الله تبارك وتعالى. فما لا مكان في الحرمين الشريفين لمن يريد غير ذلك، ملتزما بتعاليم وتوجيهات وأنظمة هذه البلاد المباركة التي تصب في تحقيق المقاصد الشرعية والمصالح العظمى لحجاج بيت الله الحرام ولضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين الزائرين. فعلى المسلم أن يتقيد وأن يتفرغ لأداء الشعيرة. أتيح المجال ولله الحمد والمنة في هذا العام، عام 42 و400 وألف، لستين ألف مسلم من المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة الطاهرة بأداء الحج. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على العلم النافع والفقه في الدين وسؤال أهل العلم، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية والتعليمات والتنظيمات الصادرة من وزارة الداخلية ومن وزارة الصحة ومن وزارة الحج والعمرة عبر التطبيقات والمنصات المعتبرة، وأيضا التعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. فقد جندت الرئاسة جميع منسوبيها لخدمة ضيوف الرحمن، وأعدت لهم خطة تشغيلية تعنى بأدائهم هذه الفريضة بكل يسر وسهولة، وبتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة لهم وهم على أرض الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. فعلينا استشعار المسؤولية المشتركة بأن يكون كل واحد منا مسؤولا عن نفسه بأن يلزمه بالتعليمات والتطبيقات الكريمة والتوجيهات السديدة التي يراعى فيها الحرص على مصلحته والحرص على أدائه الحج بكل يسر وسهولة وبجو صحي آمن وبسلام وأمن وسلامة في الأنفس وفي الدين وفي الأموال وفي الأعراض وفي العقول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على حجاج بيته الحرام بالقبول والتوفيق، وأن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يحفظ عليهم دينهم وأمنهم وصحتهم وعافيتهم، وأن يرفع بمنه وكرمه الأوبئة والأمراض والجوائح
والأسقام عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين. وإننا لمتفائلون ومستبشرون بموسم حج استثنائي ناجح، حيز تاريخي فريد لتوفيق الله عز وجل وفضله ومنه، ثم بفضل الجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة وهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية خادمة الحرمين الشريفين بكل أمانة وكفاءة واقتدار. فقد قدمت خلال هذه الجائحة موسما استثنائيا وتاريخيا وفريدا وعالميا وحضاريا يبرز رسالتها ويجسد مكانتها الريادية في العالم، فجزى الله ولاة أمرها خير الجزاء، وشكر للمسلمين وحجاج بيته الحرام تعاونهم وأيضا ثقتهم ووعيهم الكبير والحمد والمنة وتعاونهم وتنسيقهم مع الجهات المسؤولة واستشعارهم للمسؤولية الدينية والمجتمعية والوطنية لأداء هذه الفريضة العظيمة. أبشروا بالخير أيها الحجاج الميامين، تفرغوا لأداء هذه المناسك واستعدوا لها بالنية الصالحة والإخلاص لله عز وجل، توفقوا وتعانوا وتقبلوا الله، وهنيئا لكم الحج المبرور، أعادكم الله إلى بلادكم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. أكرر الشكر والثناء لله عز وجل على فضله وتوفيقه، ثم لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم ورعايتهم الجليلة وعنايتهم الفائقة، ولإخوتي القائمين على هذه والمشاركين فيها من العلماء والمدرسين والأئمة جزاهم الله خيرا، وعلى من رتب وعلى من كان من الجنود المعلومين المخلصين من رجال التقانة ومن رجال الإعلام ومن أبطال الرئاسة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، وتعاون الجميع على إنجاح البرامج النافعة جعلها الله خالصة لوجهه الكريم وسدد الخطى وبارك في الجهود، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.